بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل محاضرتنا. عندنا هنا ملاحظة. هذه الملاحظة هي تعريف وتلخيص لشنو ماهية المشتقة الجزئية البارشل دريفيتيف. يقول لك إذا كانت عندك الدالة F هي دالة لمتغيرين مستقلين أو أكثر، اللي هو الاندبندنت فاريبلز، فإن المشتقة لهذه الدالة بالنسبة لأحد المتغيرات باعتبار المتغيرات الأخرى ثوابت أو ثابتة تدعى المشتقة الجزئية الـ partial derivative. مثلا عندك هسه هذا المثال يقول لك find f sub x of 1 and 2 and f sub y of 1 and 2 of the function f of x and y equal to 2x تكعيب y تربيع زائد 2y زائد 4x. هنا يقول لك اوجد القيمة للعناصر اللي هي الواحد واثنين بالنسبة للمشتقة الجزئية للx والمشتقة الجزئية بالنسبة للمتغير y. زين، الدالة اللي معطات هي مثل ما ظاهر امامكم، هي دالة بالنسبة للمتغيرين الx والواي. فهذه هنا شنو فكرة السؤال؟ يقول لك انت تجي هذه الدالة اللي ظاهر امامنا، عفوا هذه الدالة انت شو تسوي هسه هنا؟ تجي كل ما عليك انه تشتق، مرة تشتق بالنسبة للاكس ومرة تشتق بالنسبة للواي. بعد استحصال المشتقة الجزئية بالنسبة للاكس تجي تعوض عن القيم الواحد واثنين وهكذا. فمن تجي راح تشتق هسه؟ طبعا هذا الرمز الاول هو هسه هذا رمز عندنا بالنسبه لل هذا رمز ايضا بالنسبه هو للمشتقه الجزئيه، وهذا الرمز الاخر اللي هو انا كاتب لك اياهم هسه اثنينهم ايضا يعتبر احد رموز البارشل ديريفيتيف، يعني بارشل اف على بارشل اكس او نفسي اللي هو الاف سب اف سب الاكس f sub x او partial f على partial x هي المشتقة الجزئية بالنسبة للمتغير x. فتيجي هنا تشتق هذه بالنسبة ل x، بالنسبة ل x تعتبر الواي ايش تعتبرها؟ تعتبرها ثابت حالها حال الواحد، حالها حال الخمسة، حالها حال العشرة، تعتبرها كعدد كثابت. فتيجي هنا راح شو يصير عندك هسه؟ هذا ما له علاقة بما راح يتغير، بما انه طبعا اذا بس y موجودة هذا راح الصفر، بما انه ما وياها اكس هذا راح الصفر، لكن اذا وياها متغير لا. فراح شو يصير عندي هسه هنا؟ يصير عندي 6 اكس تربيع والواي تبقى على حالها، زائد اجي هنا ماكو اكس، اذا شنو؟ اذا هذا يعتبر كعدد، والعدد شنو مشتقته؟ العدد المشتقة بالنسبة إليه هي الصفر، زائد هذه 4 اكس تصير 4. تجي تصفيها هسه يصير عندك 6 اكس تربيع واي تربيع زائد 4. اذا هذه هي المشتقه الجزئيه الاولى لهذه الداله. تجي تعوض هسه عنها بما انه قايل لي المشتقه الجزئيه الاولى عند العناصر 1 و 2، هذه بها اكس وبها واي، تجي تعوض عن قيمه الاكس بالواحد اللي هو هذا العنصر والواي بالاثنين وهكذا. تجي تشتاق بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمتغير y. راح نفسيتها هذه اشتقها، هسه الـ x هو اللي راح يصير عندي شنو؟ هو اللي راح يصير عندي ثابت، فراح يصير عندي هذه اشتقها، راح يصير عندي 2 يجي هنا، يصير عندي 4y، هذه 4y والـ x تكعيب تبقى على حالها، زاد هذه هنا عندي 2y تصير مشتقتها 2، زاد هذه الأربعة إكس إذا تجي تشتقها بالنسبة للواي ما عندك واي، بما أنه ما موجود عندي المتغير اللي جاي نشتق بالنسبة إليه، إذن هذه الصفر حتى لو بها إكس حتى لو بها زد، بما أنه أنا جاي أشتق بالنسبة للواي والواي غير موجودة هنا كمتغير، إذن شنو؟ إذن هذه الصفر، لأن قلنا المتغيرات الأخرى تعامل معاملة الثوابت، وبذلك نحصل على هذه المشتقة اللي هي نصفيها يصير عندي 4 اكس تكعيب واي زائد 2. هسه ايضا بها هذه اكس وبها واي، وعندك او يريد عند العناصر اللي هي 1 و2 وتطلع عندك هنا 10، هنا طلع عندي 28.
المثال اللي بعده يقول لي find partial f على partial y if f of x and y تساوي ال y sin x y. هسه هنا عندي ال y sin x y بدل الزاوية مخلي لي المتغيرين x y. هنا قايل لك ملاحظة أنا ببداية الحل إنه نعتبر x ثابت والدالة عبارة عن ضرب دالتين. خلينا نجي نشوف هذا شلون. هذا شنو معنى هالملاحظة؟ هذا بس كتوضيح بالبداية. انت شيرت هسوي هو هسه رايد من عندي partial f على partial y يعني المشتقة الجزئية بالنسبة للمتغير y. زين هي بيها متغيرين بيها x وبيها y. هذا x y هذا y. فاحنا هنا جاي نشتق بالنسبة لمن؟ جاي نشتق بالنسبة للواي. إذن بما أنه جاي أشتق للواي فهذه تعتبر دالة، هذه تعتبر دالة وهذه أيضا تعتبر شنو؟ تعتبر دالة. إذن هذا الاشتقاق مالته راح شي يصير عبارة عن ضرب دالتين وهذه الأكس هي ثابت. بما أنه أنا جاي أتكلم عن واي والاشتقاق بالنسبة للمتغير واي، إذن هذه الأكس هي ثابت. فالحل راح شي يصير عندي المشتقة الأولى، عفوا الدالة الأولى في مشتقة الدالة الثانية. طبعا أنا ها كاتبها بهالصيغة هذه حتى أبين لي خاف تقرأها بالمصادر تكتب هالطريقة هذه كتعبير رياضي إنه partial على partial y وتجي الدالة وراها. أنا جاي أشتق هذا الجزء بالنسبة لل y، فش تكتب أنت؟ تكتب partial على partial y وتكتب الدالة بعده، أو تقدر شو تقول partial وتخلي هذه بعده ورا البارشل على بارشل واي. بس هو هذا كمصطلح رياضي ماشي عندك، البارشل على البارشل واي وتخلي هذه الدالة. حتى ما نكتب الاف لان هذا مو الاف كلها، هذه جزء من الاف، الاف هي هذه كلها زائد الدالة الثانية لان احنا قلنا حاصل ضرب دالتين. الدالة الثانية في مشتقة الدالة الاولى اللي هي بارشل على بارشل واي بالنسبة للدالة الاولى اللي هي واي. فبما انه انا عندي دالتين، الاولى دالة y والثانية هي الدالة sin x y، فنجي هنا ال y تنزل، هذه ال y انزلها جوا واشتق sin x y، اشتقها بالنسبة لل y. راح شو يصير عندي؟ يصير عندي كوساين x y. اول ما اشتقت المشتقة الساين هي الكوساين، والزاوية تنزل نفسها وبعدها تجيني مشتقة الزاوية. مشتقة الزاوية هي x y، فمشتقتها راح شو تصير؟ تصير x فقط والواي يروح. على اعتبار هذا تخيلها كأنما مثلا عندك 5 y، فصارت هنا صارت عندي x فقط زاد. الثانية تنزل هنا، الثانية في مشتقة الواي بالنسبة للمتغير y اللي هي 1. إذن صارت عندي هذه الدالة هي x y كوساين x y كزاوية زائد ساين اكس واي الاكس واي كزاويه.